في أضحى أو فطر. أما المكان فهو المدينة المنورة. الفضاء الثاني فضاء القرآن الكريم، كيف تحدث عن النساء. الفضاء الثالث فضاء السنة الصحيحة. الفضاء الرابع فضاء الواقع الذي نعيشه. هذه ضوابط أربعة، إذا لم أصطحبها وأنا أنظر في هذا الحديث فلن ينور لي حديث رسول الله، لأن حديث رسول الله أنوار لا شكاهن. وسأطرح عدة أسئلة. هل يجوز لرسول الله أن يشتم النساء في يوم عيد وبحضرة الرجال؟ وهذا هو اصطحاب الفضاء الخارجي، الظروف التي قيل فيها الحديث. هذه واحدة. الأخرى، هل يليق برسول الله أن يعير النساء بما خلقه الله عليهم؟ فالمرأة تمكث الأيام والليالي وما تصلي، نعم، ولكنها على ذلك فطرت ولا ذنب لها في هذا. وهل يعير رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لأنها ناقصة عقل، لأن شهادتها أو لأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد؟ هذه شريعتكم أنتم الذين وضعتموها، فلماذا تعيرنا بها يا رسول الله؟ كل هذه الأسئلة نطرحها على النص. كذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث يوم عيد لا بد أن يكون في يوم العيد جبر للنساء وليس إساءة للنساء. الحركات النسائية كلها تتناول هذا الحديث، وهذا نص أن رسول الإسلام يسيء إلى المرأة، مع أن السيدة عائشة كانت تتصدى للفتية وكانت من أكثر الصحابة حفظاً لحديث سيدنا رسول الله، وكانت إلى آخره، مع أن النساء كن يخطن بسيدنا رسول الله في المعركة، ولا يغيب عنا ما حدث في غزوة أحد. فكيف يتأتى من امرأة وصفت هذا الوصف أن تحب الإسلام؟ كل هذه أسئلة نطرحها على النص. هل سمعنا أبداً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أساء بأي لفظ حتى لغير مسلم؟ فهل يسيء سيدنا رسول الله لصحابيات مهاجرات أنصاريات وفي يوم عيد؟ إذاً لابد من استصحاب الفضاء الخارجي، وأنا أقرأ النص، الظروف التي قيل فيها النص. من الفضاء الخارجي أيضاً فضاء البيئة. قلنا معاشر المهاجرين نغلب نساءنا، فلما انقلبنا إلى المدينة رأينا رجال الأنصار تغلبهم نساؤهم. هذه طبيعة عصر وطبيعة مكان، ومعلوم تلك الواقعة وهي صحيحة. ذلكم الرجل الذي أتى لسيدنا عمر وهو أم المسلمين في حكمه، جاء يشكو له رفع صوت امرأته عليه، فرأى صوت امرأة عمر أرفع على عمر من صوت امرأته، فولى مدبرا، فأدركه عمر: يا هذا أين تذهب؟ قال: جئت أشكو إليك فسمعت كذا وكذا.
فقال له اجلس يا أخي، لها غسالة لثيابك، طهاية لطعامك، مرضعة لولدك، وإنها مدة يسيرة. إن سيدنا عمر يعلمنا القراءة الإيجابية، حينما أنظر أو أقيم المرأة لابد أن أقيمها من كل الجوانب، لا أحاسبها على هفوة أو على خطأ أو على كذا، فكل بني آدم خطاء، هكذا يعلمنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا المكان له حكم في استنطاق الحديث، والزمان له حكم في استنطاق الحديث. والسنة الصحيحة أيضا التي توصينا بالنساء خيرا، استوصوا في الحديث الصحيح، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، إن أعوج شيء في الضلع أعداه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن قبلته قبلته وفيه عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وهو من الأحاديث التي أسيء فهمها للجهل أيضا بهذه الفضاءات. كيف يسيء رسول الله بهذا الوصف للنساء وهو بدأ بالوصية وانتهى بالوصية، وقال استوصوا، ومعنى استوصوا الألف والسين والتاء كما هي بنية اللغة العربية للطلب، يعني اطلبوا الوصية. فحينما يعظنا رسول الله يقول استوصوا، اطلبوا الوصية للنساء، اطلبوا من؟ يعني اطلبوا من أنفسكم وحثوها على الإيصاء بالخير بالنساء. ونتأمل لفظ النساء كما نأتي في تشريح نص الحديث. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا، وهي الخامسة والمهمة أيضا، الوعي باللغة وإدراك اللغة. إذا لا أستطيع أن أفهم النص من اللغة لوحدها، ولكن اللغة هي التي تجلى فيها النص، لكن هذا النص كما نقول وجد في فضاءات متعددة. نأخذ بعض هذه الفضاءات. أولاً، أول الخطاب، يعني نحن لو بحثنا في البخاري ومسلم سنجد حديث أم زرع، وحديث أم زرع حديث صحيح، تولى شرحه كبار العلماء كالقاضي عياض، له كتاب كبير يسمى بويا الرائد لما في حديث أم زرع من الفوائد. جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئاً. هذا الحديث قيل في المدينة المنورة. حينما نتصفح إحدى عشرة امرأة سنجد أغلب من ذكر تسيء لعشرتها مع زوجها، وتتحدث عن هذه العشرة بأسلوب صعب جداً، كأن تقول إحداهن: أما زوجي فعيا يا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل ذلك. يعني تصف زوجها بأنه غبي لا يفهم، وأنه ليس عنده إلا أن يتحرك مما في يده، وما في يده إما أن يكون يابسا وإما أن يكون لينا. شجك أي فتح رأسك أو أي مكان، أو فلك أي كسر ذراعك أو جمع كل لك. وأخرى تقول: زوجي إن دخل لف، إن أكل لف، وإن شرب اشتف، ولا يولج الكف ليعلم البث. يعني زوجها أكول لا يميز حتى بين أنواع الطعام، يعني يأتي على المائدة من الأمام للخلف، من الممكن أن يبدأ بالسمك وبعده اللبن وبعده كذا وبعده كذا، وبعد أن ينتهي من كل هذا لا يشرب كما يشرب الناس، وإنما لابد أن يشتف، يعني يظهر صوتاً عالياً وهو يشرب الماء لأنه يريد أن يعني يذهب وبعد ذلك ينام. وأخرى تقول كذا وأخرى تقول كذا. هذا واقع، وهذا الواقع لا ينبغي أن نهرب منه في واقعنا المعاصر. فإن أغلب السيدات إذا أغضبها زوجها مرة قالت: ما رأيت خيراً قط. ونحن نمارس الإصلاح بين الناس في مناطق كثيرة، فأقول لوالدها: يعني لماذا
يعني حبست ابنتك عندك دعها تذهب الى بيت زوجها. فيقول يا عم الشيخ انا هجيبها لك تهدينا. فتقول والله ما عمل في خير ابدا. اقول لها بس ما لا طبعا ما مش لا نريد ان يكون الله دائما موضوعا حاجزا بيننا وبين حقيقه انفسنا. واقول قد سالت زوجها قبل ذلك عدد لي الاحسان الذي صنعته مع زوجتك اذكر لي نماذج. فاذكرها بهذه النماذج فتطعت الرؤساء بيحصل. والرجاله كلها بتعمل كده. لكن غضبها قيم هذه الحقيقه. وانت لا تستطيع ان تزرع الخير الا اذا انبت حباته. يعني لابد ان انبت حبات الخير حتى استطيع ان استثمر هذا الخير. فابدا اذكرها وابدا اذكرها. فيلين ذلك او تلينها تلك الشده التي كانت. فهذه الطبيعه موجوده. وهذه الطبيعه لا تستطيع امرأة سوية أن تنساها، لأن هذا علامة أن المرأة سوية وليست علامة أن المرأة غير سوية. المرأة السوية هي التي تغار، والمرأة السوية هي التي تنسى الحسنات إذا جاءت سيئة. هذه طبيعة وفطرة كما سنأتي داخل النص. فأنا استأنست بواقع المدينة المنورة الحديث الآخر، واستأنست أيضا بما نعيشه في حياتنا وهي حقائق لا ينبغي أن تغيب عنها. الرسول حينما خطب قال يا معشرة، فخاطب بعنوان العشرة. ففهمت أنا اللغوي أن هذا الحديث يصلح العشرة، وأن مراد الحبيب بذلك ليس نساء النساء أبدا، وإنما أراد بذلك إصلاح العشرة، ووضع لنا الطريق إلى قيادة الأسرة، كيف يقود الرجل أسرته، فكشف لنا عما هو في طبيعة النساء لا تستطيع امرأة سوية أن تتخلى عنه. ثم بيّن لنا كيف يتعامل النساء بإصلاح هذا الأمر، وكيف يتعامل الرجال مع هذا النوع بما فيه بما جبل عليه. لأنا مرة امرأة، وكانت هذه المرأة ليست متعلمة، ولكن زوجها كان قاعد في المسجد فسمع الشيخ يقول استوصوا به فإنهن خلقن من ضلع أعوج. ما عجبوش في الحديث الا كلمه الضلع احوج. فلما رجع لزوجته قال والله العظيم صدق اللي قالوا فيكم سيدنا النبي، ما انتم مخلوقين من ضلع احوج. قالت له يا اخويا ما هو لو كان لقى فيكم ضلع عدل كان حل انا منه. فطلعتها كده بقول لك شوف فاهمه ازاي الواحده، يعني لو لقى فيكم ما هو مش مخلوق منك انت، يعني لو لقى فيكم ضلع يعني ان كنا من ضلع الاعوج فانت الاعوج. ورد قانوني، رد قانوني، لأن رسولنا ما أراد أن يسيء أبدا، ولكنه يريد أن يرشدنا إلى طبيعة ما خلق عليه النساء أنها بطبعها، وده بنسميه استعارة تمثيلية في اللغة، بطبيعته. وإلا يقول استوصوا ليه؟ ما هو من الوصية أن يشرح لك كيف تطبقها. فلو نظرنا إلى القفص الصدري وتخيلنا أن القفص الصدري مستقيم مش أعوج، فهل يكون صالحاً لحماية الأعضاء المهمة في الجسد؟ أم أن صلاحه في اعوجاجه؟ حتى الفلاح الذي يجمع الحشائش، لو أن آلة جمع الحشائش بنسميها الشرشرة أو غيره مستقيمة كالسكين، هل تستطيع أن تقوم بمهمتها؟ فرسول الله يريد أن يرشد إلى طبيعة المرأة، وأنها بطبعها حانياً حاجباً تحفظ الأسرة وتحفظ البيت، وأنها في حلوها وفي حدبها تشبه عوجاج هذا القفص الصدري على الأعضاء الإيه؟ على الأعضاء المهمة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يرشد الرجل لكيفية إدارة البيت. يعني مثلاً هناك من الأمهات من تشكو ولدها لأبيه وتنتظره حتى يعود من عمله، وتقول له أنا سأشكو لك ابنك صنع وصنع وصنع وصنع،
فأبوه يقوم يضربه، فماذا تفعل أمه؟ تلقي بنفسها على ولدها وتقول اضربنا أبي، صح؟ هذا من اعوجاجها. فلو لم تكن معوجة الولد يموت في إيده. فالنبي يرشد إلى طب حتى يقول الرجال إيه؟ حينما تريد أن تؤدب ولدك لا تؤدبه أمام أمه، لأنك ستجعل صدرها يضيق عليك ويكرهك، وهذا يفسد العشرة. إذا فرسول الله لا يسيء، ولكنه يرشد إلى الطبيعة بهذه اللغة العالية. فلذلك وضع لك بين حدين، استوصوا بالنساء خير، استوصوا بالنساء خير. فهذه طبيعة المرأة، أن هذه العاطفة وهذا الحنو هو الذي يحسن إدارة البيت. وإلا لو كانت المرأة كالرجل في هذا الأمر، إن أغضبتها مرة فلن تستطيع أن ترضيها، ولكن لأنها على هذا النحو من الحنو، إذا أغضبتها سرعان ما ترضى. ولو كانت مثلك لفسدت البيوت. إذا فرسول الله لا يسيء. نرجع إلى الحديث كرة أخرى. يبقى إذا أول الخطاب الرسول لم يقل يا أيها النساء، وإنما قال يا معشرة، حتى يقول إن هذه المحاضرة التي سأقولها في محضر الرجال المقصود بها أن يعرف الرجال طبيعة النساء، فإن عرفوا ذلك أحسنوا العشرة. وقال النساء ولم يقل يا معشر الإناث، وهناك فرق كبير بين اللفظين، فإن النساء من الأنس والمودة والسكينة، أما الأنثى فجنس لا دخل له بالأمر، ولكنه قال يا معشر النساء. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول أريد أن أروق الحياة الأسرية مما يكدرها حتى تكون حياة أنس، فأنا سأحدثكم في العشرة وفي الأنس الذي ينبغي أن يشيع في الأسرة. ثم بدأ رسول الله بطلبه، وده على غير العادة، الأطباء يشخصون ثم يكتبون الدواء، لا، الرسول يقدم الدواء أولا ويعجل به أولا. تصدقنا أمر عملي، وأكثرنا الاستغفار أمر قولي. وهل الرجال ليسوا في حاجة إلى أن يتصدقوا وإلى أن يكثروا الاستغفار؟ رسول الله نفسه قال إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 70 مرة. فلماذا خص رسول الله النساء بالخطاب في هذا الحشد الذي جمع بين الرجال وجمع بين النساء؟ كل هذه تساؤلات. فرسول الله طلب طلبين، تصدقنا الأمر العملي والدواء المكلف، وأكثرنا الاستغفار. قال هنا تصدقنا ولم يقل أكثرنا إيه، وإنما قال وأكثرنا إيه الاستغفار، لأن تصدقنا ستكون دواء لكفران العشير، وتكفرنا إيه، وتكفرنا العشير يا معشرة والعشير، ولم يقل تكفرنا الزوج، وإنما قال تكفرنا العشير، لأنه قال في الأول يا معشرة وتكفرنا العشير. تكفرنا العشير، العشير واجب عليه الإنفاق، والإنفاق مسألة تجعل الرجل يحمل الهم بصفة دائمة، وتجعله يكد ويخرج للحياة. فعلى المرأة أن تقدر هذا الأمر، فإن أنكرت ذلك فإن الذي يعالج عن عندها هذه المسألة أن تجرب الصدقة وأن تجرب الإنفاق. فتجربة الإنفاق من مالها الخاص تكون علاجا لتكفرنا الإيه؟ تكفرنا العشير. تكثرنا اللعن، أي تكثرنا إظهار عدم الرضا. إن زوجها اشترى موتوسيكل تركب وراء وتنظر للسيارات، وإن اشترى سيارة 28 تنظر للسيارات الأخرى، وإن اشترى سيارة كيا تنظر للبي إم، وإن اشترى كذا إلى آخره.
وإن سكنت في شقة تنظر إلى الفيلا، وإن سكنت في فيلا تنظر إلى القصر، فتظهر عدم الرضا. هذا معنى كثرة الإيه؟ دي الناس اللي عايشة، دي الناس اللي عايشة، صح ولا لا؟ وتكثرنا اللعن. طب تكثرنا اللعن عايزة إيه؟ ده مسألة فيها خلل في الإيمان، تحتاج ضبط للإيمان. رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان من؟ رضي بالله إيه؟ حديث في صحيح مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي من رضي على رزق الله له. وإن أظهر عدم الرضا كان ذلك خللا في الإيه؟ خللا في الإيمان. ومن كان عنده خلل في الإيمان فلن تستقيم الحياة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا الدواء، تكثرنا اللعن يعالجها وأكثرنا الإيه؟ عشان كده قال في أول حديث أكثرنا الاستغفار، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. لماذا؟ ليعالج هاتين الظاهرتين. ودعونا نصارح أنفسنا، هذا واقع في حياتنا، تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير، فتصدقنا وأكثرنا الاستغفار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. دي مسألة بنسميها إيه؟ استفزاز المخاطب ليسأل، ليطرح سؤالا. لأن الرسول لو قال تصدقنا وأكثرنا الاستغفار ولم يقل فإني رأيتكن أكثر أهل النار، مش مشكلة، لن تحرك أو لن يكون هناك دافع لتطبيق هذين الطلبين، الطلب العملي والطلب القولي. ولكن الرسول حينما قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جذلة، جذلة يعني حكيمة، فما تتصلش بنقصان العقل، وحنقول إيه الفرق بينهم؟ وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ فذكر الأسباب. وهل تعتقدون أن أي صحابية مهاجرة أنصارية ليست من أهل الجنة؟ نحن ممن يؤمن ويوقن يقينا لا يخالفه شك أن كل المهاجرين والأنصار من صحابة سيدنا رسول الله من أهل الجنة، لأن الله شهد لهم بهذا في الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما معنى فإني رأيتكن أكثر أهل النار؟ هل الكاف هذه خاصة بالمخاطبات أم خاصة بكل نساء الأرض، موجهة لكل نساء الأرض؟ يقينا بهذه القرينة الأخرى وهذا الفضاء الآخر الذي لابد أن نستصحبه في فهم النص. إذن عندنا قرينة أخرى، آية واضحة محكمة أن كل الصحابيات والصحابة من أهل الجنة، فجعلتنا نفهم هذا الكلام بفهم مستقيم لا يتعارض مع القرآن. ولا يعقل أي أبداً أن يكون رسول قد أراد أن المخاطبات بهذا الخطاب من المهاجرات مهاجرات الأنصاريات من أهل النار، لا يمكن. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جدة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. ووصفها الراوي بجذلة حكيمة، لأن هذا الاستفزاز لم يخرجها عن ضبطها، فقالت وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، ولم تقل وما لنا يا محمد، لأنها إن قالت وما لنا يا محمد معناها أنها خرجت عن الإيمان بعصمته، وأنك تخبرنا بما لا عصمة فيه، لكنها خطابته بالرسالة. وحينما تخاطبه بالرسالة كأنها تسأله عندك وحي في هذا؟ أهو وحي عندك أننا سنكون أكثر أهل النار؟ وهذا هو الفرق الكبير بين ألوان الخطاب والردود، ولذلك وصفها الراوي هذا الوصف. كل هذا أنا أستعين بالفضاءات الخارجية والنصية لأنور نص حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين السبب، قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. الذي يأتي بعد ذلك عندنا طلبات وعندنا سببان،
أو عندنا علاجان وعندنا سببان. العلاجان مذكوران في صدر الحديث، والسببان تكثرن اللحن وتكثرن العشير. سيأتي أيضا أمران، وما رأيت من ناقصات عقل ودين. هذان أيضا سبب السبب، يعني نقصان العقل ونقصان الدين سبب في كفران العشير وكثرة اللعن. والدليل على ذلك أنه قال بعد ذلك: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وأما نقصان الدين فإن المرأة تمكث الأيام والليالي وما تصلي. يعني معناها ليس نقصان دين، ولكنه ارتباك في حالة إيمانية. ففي هذه الفترة التي لا تصلي المرأة فيها تستشعر بالظلام القلبي وتستشعر بضيق الصدر، لأنه كأنه مرض في الجبلة والطبيعة. فكأن رسول الله يقول: أيها الرجال اعذروا النساء، فإن الواحد منكم إذا أتته نزلة بلد فإنه لا يطيق أن تتحدث معه امرأته أو أولاده، فما بالك بمن جبلت وكتب عليها أن تستمر كل شهر قدرا من الأيام في هذه الحالة. فكأن رسول الله يرشد الرجال إلى إعذار النساء في هذه الظروف. وإن الذي يكون في ضيق يكون قفز ذلك على لسانه أسرع، فمن أجل ذلك قال: تكثرن اللعن. إذا رسول الله لا يشتم، ولكنه يكشف عن طبيعة حتى يستطيع كل رجل أن يحسن معاملة زوجه، وأن يحسن معاملة أي امرأة، وأن يلتمس لها العذر. لأن اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن هي متضايقة بطبيعتها، مش من زوجها ولا من حد، ولكن لهذا الأمر الذي كتبه الله عليها. فتبدأ تتكلم كلام بهمهمة، وهو يحس إن هي بتشتمه، فيرجع لها: تسمعيني بتقول إيه؟ يا عم غمض وامشي، اعرف الظروف وافهم. فرسول الله بيشرح لك، بيفهمك كيف تقود بيتك، لكن ترجع مصر إن لازم تحلفها. طب قولي، طب أنت ما شتمتيش؟ طب أنت كذا كذا، شتمت يا أخي؟ ولا مش ده الملحن؟ مش ده اللي بيحصل يا مولانا؟ بتهدم البيوت المسائل دي. وأقرب حاجة عندي طبعا اللفظ المعروف، يقوله بسرعة جدا وهي كده. يعني أنا معاك على كلمة، طب وإيه اللي يخليني يجبرني على الحياة دي؟ فسدت الحياة. فرسول الله يريد أن يقول لك: انتبه واعلم، فإن طبيعة المرأة في هذه الظروف طبيعة معذور، والله قد عذر عباده ليس على الإيه؟ على الأعمى حرج ولا على المريض. فالله رفع الحرج عن المريض، وهذا مرض من الأمراض، وهو في الجبلة والطبيعة. كيف وما رأيت من ناقصات عقلي اللي احنا مسكين فيها؟ وبعدين نيجي نستطلع كتب الفقه ونستطلع القرآن الكريم نفسه. ده سورة النور، ويدروا عنها العذاب عند شهد ايه؟ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هي خمس شهادات، هو كم؟ خمس شهادات. بل إن الفقهاء بيّنوا أن هناك مواطن لا يجوز للرجل أو لا تقبل فيها شهادة الرجل، وإنما تقبل فيها شهادة المرأة.